الباب السابع عشر وثلاثمائة. باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة لا والله وبلى والله ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله. رواه البخاري.